لو الحكاية فيها إن فيديو رفيق نفسي. أنا إسراء عماد، مسؤولة الإتشار في فريق إنسان. فريق إنسان هو فريق خيري علمي في كلية الطب جامعة المنصورة. إحنا جايين النهاردة بنتكلم عن الميديكال يوتوبيا، المدينة الفاضلة، ما يخص الطب بعد 100 سنة من دلوقتي. اتكلمنا عن البيوت هتبقى عاملة إزاي في المستقبل، كل بيت هيبقى فيه الروبوت الخاص بيه، الروبوت بقى بيستخدم في التشخيص، هو بيشخص المرض في البيت. بقى لو انت عندك مرض معين بتتصل على الدكتور عن طريق شاشه، مش مضطر، ما عادش في عيادات وانتظار. بعدها اتكلمنا عن العيادات في المستقبل، المستشفيات يعني بقى عندنا روبوتات في الوحدات الصحيه. الروبوت بقى حاجه سهله جدا لدرجه انها متوفره في الوحدات الصحيه. الروبوت بقى هو مسؤول عن العمليات الكبيره كلها. الجراح بس هو دوره او الدكتور عموما اللي هو التعاطف مع المريض، الدعم النفسي، انما اي حاجه تخص الجراحه نفسها هو اللي بيعملها الروبوت. الروبوت بيبقى متبرمج جاهز، بس الدكتور بيختار اسم العمليه من زرار في الروبوت، والروبوت هو بيشتغل مع نفسه. بدانا نستخدم في زراعه الاعضاء 3D printing، يعني احنا بنجيب اعضاء، بنجيب خلايا من جسم المريض وبنحطها في طبعه 3D printer، بتطلع عضو الحقيقي بنزرعه في جسم المريض. ده تفادينا بيه خطا اللي هو رفض الجسم جسم المريض لجسم غريب، وهو العضو اللي دخل له من المتبرع ده، بالاضافه انه اصلا انسان ما كانش بيقدر يلاقي متبرع بسهوله، وكان فيه كتير بيموتوا على قوايم الانتظار، دلوقتي ما بيبقاش فيه قوايم الانتظار اصلا. كمان بنتكلم عن النيوروساينس او البرين جيمز في المستقبل، ازاي الانسان هيقدر يتواصل مع الانسان مع غيره عن طريق تخاطر من غير ما يتكلموا اصلا، يعني مجرد ما انا فكرت في فكره هي وصلتك خلاص من غير ما انا احتاج اتكلم. كمان الاطراف الصناعيه لما بنركبها دلوقتي، الطرف الصناعي ما نقدرش نعمل بيه حاجات كتير، انما في المستقبل الطرف الصناعي هيبقى فيه خوف اكبر من الطرف الطبيعي، لدرجه ان فيه خوف اصلا ان الناس بتطلب ان الاطراف الطبيعيه تقطعها وتبدلها بطرف صناعي علشان يبقى فيه قوه اكبر من الطبيعي. كمان دلوقتي بقى في حاجه اسمها اكسوسكيلتون، اللي هو الشخص المشلول دلوقتي بيقدر يتحرك بعصايتين متوصلين بجهاز من ورا بين قشرات المخ، بيعوض السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، والانسان اللي بيقدر يتحرك هو بيمشي عادي وبيمارس حياته الطبيعيه بشكل طبيعي جدا. كمان دلوقتي بقى الشخص المشلول بيبقى فيه شريحه بتحط في الطرف اللي هو فيه شلل في مخ المريض، مجرد ما بيفكر ان هو يحرك الطرف بيتنقل اشارات من المخ للطرف ده، وبيقدر يتحرك عادي جدا من غير اي وصلات، من غير اي سلوك، من غير اي اجهزه. عندنا كمان بقى في حاجه اسمها السايبر مليار كور، زي ما قلت لك هو الشخص بيقدر يبدل اطرافه الطبيعيه باطراف صناعيه بقوه اعلى من الطبيعي. في كونتاكت لينس تقدر تخترق الحواجز، عايزين نشوف حاجات معينة. بقى في كمان الرئة الصناعية والكبد الصناعي برضو بيشتغلوا بمعدل أعلى من الطبيعي. ده باختصار في كل ما يخص المستقبل. الأفكار بتاعتكم قايمة على أبحاث معينة أو على أساس علمي معين، ولا هو مجرد افتراضات؟ لا طبعا، احنا كل الحاجات اللي احنا عارضينها دلوقتي ايفيدنس بيس، هي بنفكر في افكار اتنفذت في الوقت الحالي، بس اللي احنا عاملينها هي توقعات المستقبل، يعني المقالات اللي احنا قراناها فيها توقعات المستقبل لحد 2050 تقريبا. الحاجات دي في المستقبل ازاي بناء على اساس علمي ونظريات بدا تنفيذها من دلوقتي، بس متوقع التطور بتاعها في المستقبل، بس فيها نظريات موجوده دلوقتي وبجد موجوده. طيب ايه المصادر بتاعتكم اللي بتحصلوا عليها على المعلومات دي عشان تكونوا الفكره بشكل عام؟ هي مصادر مختلفه، بس هو يعني مثلا البيبرز على باب نت، في مواقع زي في موقع اصلا خاص بالفيوتشر ميديسن اسمه فيوتشر ميديسن، في التل ميديسن، في مواقع كتير، بس طبعا بنبعد عن المواقع غير الموثوقه زي ويكيبيديا مثلا. احنا بنستخدم مواقع الطبيه الموثوقه منها زي المواقع اللي هي الارتكلز على جوجل سكولر، او اللي هي المواقع المتخصصه في الفيوتشر ميديكال ويب سايت. حابين تتوسعوا اكتر من كده، او في خطوات تانية حابين تاخدوها يعني، ولا بتكتفوا ان انتم مثلا تشاركوا اسبوع العلمي وخلاص؟ لا طبعا، هو لو في فرصه ان احنا نشارك
تشارك في حاجات اكبر، فاحنا ما عندناش اي مشكله، احنا الافكار جاهزه والاعضاء موجودين والموارد البشريه عندنا متوفره، واحنا طبعا بنحب نوصل افكارنا على الاكبر مدى ممكن. ايه اكبر المشاكل اللي ممكن تواجهكم؟ هو ممكن ظروف الدراسه مثلا شويه، لو فيها استهلاك الوقت بالنسبه للناس اللي بتشتغل،